سأل بعض الناس الإمام الشافعي عن 8 أشياء، فقالوا له: ما رأيك في واجب وأوجب، وعجيب وأعجب، وصعب وأصعب، وقريب وأقرب؟ فرد عليهم بقوله: من واجب الناس أن يتوبوا، ولكن ترك الذنوب أوجب، والدهر في صرفه عجيب، وغفلة الناس عنه أعجب، والصبر في النائبات صعب، ولكن فوات الثواب أصعب، وكل ما ترتجي قريب، والموت من دون ذلك أقرب. من نم لك نم بك، ومن نقل إليك نقل عنك، ومن إذا أرضيته فقال ما ليس فيك، كذلك إذا أغضبته قال فيك ما ليس فيك. من سمع بأذنه صار حاكيا، ومن أصغى بقلبه كان واعيا، ومن وعظ بفعله كان هاديا. أظلم الظالمين لنفسه من تواضع لمن لا يكرمه، ورغب في مودة من لا ينفعه، وقبل مدح من لا يعرفه. العبد حر إن قنع، والحر عبد إن طمع، فاقنع ولا تطمع، فلا شيء يشين سوى الطمع. إن الله خلقك حرا، فكن حرا كما خلقك.